لقد قلت لكم سابقا بأن أي عدد يرفع للقوة صفر يساوي واحد. إذن x القوة صفر يساوي واحد، وأعطيتكم برهانا يفسر هذه الحالة. إذا كان لدينا ثلاثة للقوة واحد فستساوي ثلاثة، ثلاثة للقوة اثنان يساوي تسعة، ثلاثة للقوة ثلاثة يساوي 27. إذن في كل مرة نخفض من قيمة القوة نقوم بالقسمة على ثلاثة. 27 تقسيم ثلاثة تسعة، تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، وبهذا نحصل على ناتج ثلاثة للقوة صفر. وهذه الطريقة التي نفكر بها، وسنحتاج هذه الطريقة حتى نفكر بكيفية عمل خصائص الأسس. على سبيل المثال، لقد قلت لكم أن A للقوة B ضرب A للقوة C يساوي A للقوة B زائد C. الآن ماذا سيحدث إذا كانت C تساوي صفر؟ أو ماذا سيحدث إذا كان لدينا A للقوة B ضرب A للقوة صفر؟ حسناً، وفقاً لهذه الخاصية فهذه ستساوي A للقوة B زائد صفر، أي A للقوة B. إذن A للقوة B ضرب A للقوة صفر يساوي A للقوة B. فإذا قسمت الطرفين على A، دعوني أعيد كتابة هذا، A للقوة B ضرب A للقوة صفر. إذا استخدمنا هذه الخاصية فسيكون الناتج A للقوة B، أليس كذلك؟ B زائد صفر يساوي B. فإذا قمت بقسمة الطرفين على A للقوة B، فعلى ماذا سأحصل؟ في الجانب الأيسر سيكون لدينا A للقوة صفر، صحيح، ويتم حذف هذه. A للقوة صفر يساوي واحد. ويمكنك استخدام برهان مشابه ينطبق على جميع خصائص الأسس التي فيها أعداد مرفوعة للقوة صفر وتساوي واحد. وهذا منطقي عندما نقسم على ثلاثة، في كل خطوة نقوم بإنقاص قيمة الأس فيها، وستنجح دائما. عندما يكون لدينا ثلاثة للقوة ناقص واحد، وقد رأينا في هذا العرض الأخير أنه يساوي ثلث القوة واحد أو ثلث. إذا مرة أخرى، عند الانتقال من ثلاثة إلى صفر إلى ثلث نقوم بالقسمة على ثلاثة في كل مرة. إذا هذا منطقي بالفعل لدرجة ما، حيث أن ثلاثة القوة صفر يساوي واحد، لكن هذا يصنع فجوة. ما هو ناتج صفر للقوة صفر؟ وهذه فكرة غريبة، أي أننا سنضرب صفر بنفسها صفر مرة، وهذا يعتمد على السياق الذي تستخدمه. ففي بعض الأحيان يمكن أن يقول الناس أن القيمة غير معرفة، لكن آخرين وهم كثر على الأقل في مجال خبرتي سيقولون أن الناتج يساوي واحد. إذن معرف ويساوي واحد، والسبب رغم أن هذا ليس بديهي، وبإمكانك أن تكتب صفر القوة صفر في محرك البحث على الإنترنت وسيعطيك الناتج واحد حتى وإن كان غير بديهيا. وسبب أن الناتج معرف بهذه الطريقة هو نجاح بعض الصيغ، صيغة واحدة بالذات وهي المعادلة ذات الحدين، حيث أن هذا ينجح عند إيجاد معاملات المعادلة ذات الحدين، ولن أقوم بشرحها الآن. إذن خلاصة القول أن صفر للقوة صفر يساوي واحد، وهذا شيء مثير للاهتمام، وعليكم التفكير بماذا يعني. دعونا نتكلم الآن قليلا عن الخصائص الأخرى، ومن ثم يكون بإمكاننا أن نستخدمهم جميعهم عند القيام بحل مجموعة من المسائل. وقد أخبرتكم في العرض الأخير ماذا يعني أن ترفع عدد ما لقوة سالبة. إيه للقوة ناقص واحد، أو ربما علي القول A للقوة ناقص B يساوي 1 على A للقوة B. لنطبق هذا على مجموعة من الأمثلة الواقعية. 3 للقوة ناقص 3 يساوي 1 على 3 للقوة 3، ويساوي 1 على 3 ضرب 3 ضرب 3، أي 1 على 27. وإذا قمت بسؤالكم ما هو ناتج ثلث أو واحد على ثلاثة الكل القوة ناقص اثنان، حسنا هذا يساوي واحد على واحد على ثلاثة للقوة اثنان. نتخلص من السالب ونقلبه فيساوي واحد على كم ناتج 1 على 3 ضرب 1 على 3 يساوي 1 على 9، ويساوي هذا 1 على 1 على 9 عبارة عن 1 ضرب 9، إذن يساوي 9. وهذا منطقي جدا، لأن ثلث، تذكر ثلث
واحد على ثلاثة تساوي ثلاثة القوى ناقص واحد، أليس كذلك؟ إذا ثلاثة القوى ناقص واحد يساوي واحد على ثلاثة للقوى واحد، ما يساوي ثلث. فإذا عوضنا عن ثلث بثلاثة للقوى ناقص واحد، يكون الناتج ثلاثة للقوى ناقص واحد الكل للقوى ناقص اثنان، وهاتان العبارتان متساويتان. وإذا استخدمنا واحدة من الخصائص التي تعلمناها في الدرس الأول سنحصل على ناتج هذان الأسان، إذا يساوي ثلاثة للقوة ناقص واحد ضرب ناقص اثنان، فتصبح موجب اثنان ويكون الناتج تسعة. وهذا شيء منظم، حيث أن جميع خصائص الأسس متصلة مع بعضها بطريقة جميلة ولا تتعارض مع بعضها البعض، ولا يهم أي خاصية تستخدم، ففي النهاية ستحصل على الإجابة الصحيحة طالما أنك لم تقم بأي خطأ. الآن آخر شيء أود تعريفه هو مفهوم الأس الكسري. فإذا كان لدينا عدد مرفوع لقوة كسر، نفترض أن لدينا A للقوة واحد على B، سأقوم بتعريف هذا يساوي جذر الB لA. لذا دعوني أكون أكثر وضوحا هنا وسأستخدم الأعداد هنا. فإذا قلت أربعة للقوة نصف، هذا يعني هذا يساوي الجذر التربيعي لأربعة، إذن الجذر التربيعي لأربعة، وهذا يساوي إذا كان المقصود الجذر الأساسي بالطبع يساوي اثنان. فإذا قلت سأكون واضحة أيضا، ثمانية للقوة ثلث، فإن هذا يعادل الجذر التكعيبي لثمانية، وهذا لدرجة ما واحدة من الأشياء المزعجة في الأسس. هنا أقول ما هو العدد الذي إذا ضربته بنفسه ثلاث مرات سيساوي ثمانية. فإذا افترضت أن X تساوي ثمانية للقوة ثلث، فهذا يعادل X للقوة ثلاثة يساوي ثمانية. وكيف لي أن أعرف أن هاتان العبارتان متساويتان؟ حسنا، يمكن أن أرفع طرفي المعادلة للقوة ثلاثة، فإذا طبقت ذلك على الجانب الأيسر ورفعت القوة ثلاثة ومن ثم الجانب الأيمن، على ماذا سأحصل؟ في الجانب الأيسر سأحصل على X للقوة ثلاثة، والجانب الأيمن أحصل على ثمانية للقوة ثلث ضرب ثلاثة، أي ثلاثة على ثلاثة وتساوي واحد. فإذا كانت X تساوي ثمانية للقوة ثلث، ما هي قيمة X؟ حسناً، ثمانية تساوي اثنان ضرب اثنان ضرب اثنان، ولا توجد طريقة سهلة بالذات عندما نتعامل مع الجذر الرابع أو الخامس أو عندما يكون لدينا أعداد عشرية لحسابها، وربما ستحتاج معظم الوقت إلى آلة حاسبة لتساعدك على حساب هذا، لكن الأعداد مثل 8 للقوى الثلث أو 16 للقوى الربع ليس من الصعب حسابها. إذن هذا سأكون واضحة يساوي 2. الآن دعونا نصعب المسائل قليلا. كم ناتج 27 للقوة ناقص ثلث؟ لا تقلق كثيرا، سأقوم بحلها خطوة بخطوة. عندما يكون لدينا قوة سالبة، هذا سيساوي 1 على 27، 27 للقوة ثلث، هاتان متساويتان، نتخلص من الإشارة السالبة ونحصل على واحد على كل هذا. ثم ما ناتج 27 للقوة ثلث؟ حسنا، ما هو العدد الذي إذا ضربته بنفسه ثلاث مرات نحصل على 27؟ إنه ثلاثة، وهذا يساوي واحد على ثلاثة، ليس سيئا. الآن سأصعبها أكثر قليلا لتصبح شاقة بعض الشيء. لنفكر
دعوني أقوم بحل مثال مثير للاهتمام. كم ناتج 8 للقوة 2 على 3؟ هذا يبدو مخيفا قليلا. وكل ما عليك تذكره أن هذا مشابه يمكن حله باستخدام قواعد الأسس، وهو نفس 8 للقوة 2 الكل للقوة ثلث. كيف لي أن أعرف هذا؟ حسنا، إذا قمت بضرب هذان الأستان سأحصل على 2 على 3. إذا 8 للقوة 2 على 3 تعادل 8 للقوة 2 الكل مرفوع للقوة ثلث، لكن يمكن أن نتصورها على أنها تساوي 8 للقوة ثلث الكل مرفوع للقوة 2. لأي طريقة نستخدمها عندما نضرب الأسس سنحصل على 8 للقوة 2 على 3؟ دعونا نتحقق من أننا سنحصل على نفس القيمة. إذا 8 للقوة 2 يساوي 64، ثم نرفع المقدار للقوة ثلث، ولدينا هنا 8 للقوة ثلث، وقد أوجدنا الناتج بالفعل يساوي 2، لأن 8 تساوي 3 للقوة 2. إذا هو عبارة عن 2 للقوة 2. الآن كم ناتج 64 للقوة ثلث؟ ما هو العدد الذي تضربه بنفسه 3 مرات فيعطيك الناتج 64؟ حسنا، 4 ضرب 4 ضرب 4 يساوي 64، أو أن 4 للقوة 3 يساوي 64، ما يعني 4 إذن يساوي 64 للقوة ثلث. هذا يساوي 4، ولحسن حظنا 2 تربيع أيضا تساوي 4. إذن الطريقة التي نتبعها غير مهمة، حيث يمكنك أخذ الجذر التربيعي ومن ثم الجذر التكعيبي، أو يمكنك أخذ الجذر الثالث ومن ثم تقوم بتربيعه وستحصل على نفس الناتج. الآن كل ما قد تعاملت معه كان أعداد فعلية، دعوني الآن أتعامل مع مسائل تحتوي على متغيرات، ولذا نريد أخذ بعض العبارات ونتأكد من أن أسس الناتج غير سالبة. إذا دعوني أقول x للقوة ناقص 3 على x للقوة ناقص 7. ويمكن النظر إلى هذه المسألة بعدة طرق، فيمكن أن نعتبرها x للقوة ناقص 3 ضرب 1 على x للقوة ناقص 7. كم ناتج 1 على x للقوة ناقص 7؟ هذا يساوي x للقوة 7. إذن هذا يساوي x للقوة 7، صحيح. إذا كان لدينا 1 مقسوما على عدد ما، فيمكنك التخلص من 1 عن طريق وضع إشارة سالبة للأس، لكن إذا وضعت إشارة سالبة مقابل ناقص 7 فستحصل على x للقوة 7. ويمكن تبسيط هذا ليصبح x للقوة ناقص 3 ضرب x للقوة 7، ومن ثم يمكننا جمع الأسس فيصبح لدينا x للقوة 4. الآن سنقوم باستخدام طريقة أخرى، وهي طريقة منطقية فعلا، حيث يمكننا أن نطرح الأسس. حسنا، لدينا الأساس نفسه، فيصبح لدينا x للقوة ناقص 3 ناقص ناقص 7. حسنا، ناقص 3 ناقص ناقص 7 تساوي ناقص 3 زائد 7، إذا تساوي x للقوة 4. والطريقة الأخيرة، أعني أنه يوجد أكثر من طريقة يمكن اتباعها هنا، فيمكن أن نقول x للقوة ناقص 3 على x للقوة ناقص 7، آسفة ليست ناقص x، على x للقوة ناقص 7. حسنا، x للقوة ناقص 3 يساوي 1 على x للقوة 3، هذه العبارة، ضرب 1 على x للقوة ناقص 7، إذا هذا يساوي 1 على x للقوة 3 ضرب x للقوة ناقص 7. يمكنك جمع الأسس فتصبح 1 على x للقوة
3 ناقص 7 أي x القوى ناقص 4، ومن ثم إذا تخلصنا من المعكوس نأخذ معكوسة ويمكن أن نضع إشارة سالبة مقابل هذا السالب فيصبح موجب، فيكون الناتج x القوى 4. إذا لا تهم الطريقة التي نتبعها في حال كنا متماشين مع القواعد وسنحصل على x القوى 4. دعونا الآن نقوم بحل مسألة متشعبة، وبعدها أعتقد بأننا سنكون أنجزنا ما هو مطلوب منا اليوم. لنقل 3 x للقوة 2 أو x تربيع ضرب y للقوة 3 على 2، سنقسمها على x ضرب y للقوة نصف. مرة أخرى هذا يعادل 3 ضرب عبارات x، إذا 3 ضرب x تربيع على x ضرب y للقوة 3 على 2، y للقوة 3 على 2 على y للقوة نصف. حسنا، هذا يساوي 3 ضرب كم قيمة x تربيع على x أو x تربيع على x القوى 1؟ هذا يساوي x القوى 2 ناقص 1، ومن ثم هذه تصبح y للقوة 3 على 2 ناقص 1 على 2 أو نصف. إذن ما الناتج النهائي؟ إنه 3 ضرب x، 2 ناقص 1 تساوي 1، ويمكن أن أكتب x هنا، ضرب 3 على 2 ناقص نصف يساوي 2 على 2، إذن يساوي y للقوة 2 على 2، وy للقوة 2 على 2 هي نفسها y، أي هذا يساوي 3xy. على أي حال أنصحكم بأن تقوموا بحل المزيد من الأمثلة على هذا، لكنك سترى أن هذا مجرد استخدام للقواعد التي فسرتها في الدروس الأخيرة، بحيث يمكنك أن تبسط أي عبارة أسية.